نشرة مفصلة للأخبار نستهلها بأبرز العناوين. وسط إضراب شامل جنين تشيع اليوم شهيدين من قباطية والفلسطينيون يتصدون للاحتلال في الضفة والقدس. وارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 15 شهيدا والاحتلال يخلي الآلاف من مستوطنيه من محيط القطاع تحسبا لرد المقاومة. دمشق والرياض تستأنفان عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين. وزير الخارجية السعودي يختتم محادثاته في الجزائر عشية القمة العربية. اجتماع وزاري رباعي روسي سوري تركي إيراني في موسكو اليوم. وزير الدفاع التركي يكشف عن اتفاق على إنشاء مركز تنسيق أمني مشترك في سوريا. قوات الدعم السريع تعلن وصول تعزيزات عسكرية جديدة من ولاية النيل الأزرق وتتهم الجيش بقصف مباني القصر الرئاسي القديم في الخرطوم وتتوعد بالرد. مكارثي يؤكد فشل المفاوضات مع بايدن على رفع سقف الدين الحكومي والديمقراطيون يتهمون الجمهوريين بأخذ الخزينة رهينة. أهلا بكم. فيما يسود الهدوء الحذر في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي أدى إلى 15 شهيدا، انضم في الضفة الغربية فجر اليوم شهيدان جديدان إلى قافلة شهداء فلسطين. ففي محافظة جنين ارتقى الشهيدان أحمد جمال توفيق عساف وراني وليد أحمد قطنات بعملية اغتيال غادرة نفذتها قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين. وقد أعلن الإضراب الشامل في محافظة اليوم، وكانت قوات الاحتلال المعززة بعشرات الجنود والآليات قد اقتحمت قباطية حيث تصدى لها المقاومون الذين استهدفوها بعبوات ناسفة وأصليات كثيفة من الرصاص بحسب بيان لسرايا القدس مجموعة قباطية. كذلك أعلنت سرايا القدس كتيبة طوباس أن إحدى مجموعاتها تمكنت من نصب كمين محكم لقوة صهيونية في حارة الصوافطة فجر اليوم وحققت إصابات مؤكدة. كذلك تصدى شبان فلسطينيون لاعتداءات الاحتلال في طول كرم. وفي الخليل أمطر شبان قوات الاحتلال وآلياتها فجر اليوم بالحجارة خلال اقتحامها بلدة ترقوميا غرب الخليل. وفي القدس المحتلة استهدف شبان في بلدة العيسوية حافلة للمستوطنين ما أدى إلى إحراقها بالكامل. وقد سارعت قوات الاحتلال إلى اقتحام البلدة وتنفيذ حملة اعتداءات واعتقالات واسعة واستخدمت مركبة المياه العادمة لتفريق المقدسيين وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز باتجاههم ما أدى إلى إصابة نحو 120 فلسطينيا بالاختناق إضافة إلى أكثر من 20 إصابة متفرقة.
ومن رام الله تنضم إلينا مراسلة الميادين نسرين سلمي. مرحبا بك نسرين وصباح الخير. يعني بعد ارتقاء شهيدين في قباطية بجنين وهذه الاقتحامات الإسرائيلية التي لم تتوقف في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة من جنوب الضفة وحتى شمالها، كيف يبدو الوضع الآن؟ طبعا هناك حالة من التوتر في الضفة الغربية، وطبعا حالة انتظار، بمعنى أن الجميع يجلس وينتظر ماذا سيكون الرد، ما هو المتوقع خلال الساعات المقبلة، خصوصا في ظل التهديدات الإسرائيلية بمزيد من عمليات الاغتيال لشباب المقاومة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. الآن في بلدة قباطية وجنين يتم تشييع جثمان الشهيدين اللذين التقيا صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم إلى مثواهما الأخير، الشهيد أحمد عساف إلى مثواه الأخير في بلدة قباطية، والشهيد راني إلى مثواه الأخير في مخيم جنين. طبعا المئات من الشبان خرجوا في جنازة حاشدة يطلقون الرصاص ويهتفون للمقاومة ويتوعدون الاحتلال بالمزيد من عمليات المقاومة، خصوصا أن ما جرى بالأمس كان تهديد من قبل ضابط المخابرات لأبطال المقاومة في قباطية وفي جنين أنهم إذا لم يسلموا أسفهم خلال 8 ساعات سيقوم باغتيالهم وتنفيذ عملية الاغتيال التي استهدفت الشابين عندما كانا بسيارتهما، وكان إطلاق نار بشكل كبير جدا باتجاههما باتجاه المناطق العليا من الجسد مما أدى إلى تهشم رأس أحد الشهيدين، والشهيد الآخر أصيب بعيارات كثيرة في منطقة الصدر، وطبعا هناك شاب آخر في 17 من عمره أصيب بجراح حرجة في منطقة البطن والصدر ويتلقى العلاج الآن في أحد مشافي مدينة جنين. طبعا قوات الاحتلال نفذت هذه عملية الاغتيال في قباطية وسط تصدي من المقاومة الفلسطينية وتصليات كثيرة من الرصاص تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بأكثر من 25 آلية. قباطية لم تكن الوحيدة التي شهدت مثل هذه العمليات، وإنما معظم المدن والقرى الفلسطينية شهدت عمليات اقتحام بهدف الاعتقال، حيث تم اعتقال 25 فلسطينيا ليلة أمس من بينهم 5 أطفال في مختلف المناطق في بيت أمة، زومة، قصرة، الخليل، بيت لحم. معظم القرى والمدن الفلسطينية شهدت عمليات اقتحام واعتقال، وهذا دليل على حالة التوتر والإرباك التي تعيشها إسرائيل، وتريد خلال هذه الساعات اعتقال أكبر عدد من المقاومين الفلسطينيين مستشفى من عمليات الرد وعمليات المقاومة المتوقعة سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة. أيضا كان هناك اعتداء من قبل المستوطنين في منطقة رام الله على قرية جيد زبوان إلى الشمال شرق مدينة رام الله، اعتدوا على الفلسطينيين في ساعات الفجر وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين، وهناك 3 إصابات في صفوف المواطنين برصاص المستوطنين وطبعا تحت حماية جنود الاحتلال. في هذه الأثناء هناك انتشار مكثف لقوات الاحتلال في كل أنحاء الضفة الغربية، أيضا هي جزء من حالة التأهب والاستنفار التي أعلنتها قوات الاحتلال تحت ضمن رد المقاومة. شكرا جزيلا لك مراسلة الميادين من رام الله نسرين سلمي على كل هذه المعلومات. ومن الضفة الغربية إلى غزة، حيث يسود الهدوء الحذر بعد العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن 15 شهيدا بعد ارتقاء شخصين في قصف إسرائيلي على شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأكدت مصادر فلسطينية للميادين أن الشهيدين في خان يونس لا ينتميان إلى سرايا القدس. وفي عدوان آخر أغارت طائرات الاحتلال المروحية على موقع للمقاومة وسط قطاع غزة. وللإطلاع على المزيد من التفاصيل في قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد غانم. مرحبا بك أحمد. بعد أكثر من 30 ساعة على عملية الاغتيال الإسرائيلية الجبانة والمجزرة التي ارتكبت في قطاع غزة، كيف يمكن أن ترصد لنا الأوضاع الميدانية حاليا؟ نعم أحمد، كما ذكرت هناك حالة من الهدوء الحذر والترقب والتوتر تسود أجواء قطاع غزة بعد العملية التي استهدفت اغتيال 3 من قادة الجهاد الإسلامي وأدت إلى ارتقاء ما يزيد على 15 شهيدا وأكثر ووقوع أكثر من 22 جريحا. هذه المدة من التوقيت أو منذ بدء عملية الاغتيال حتى هذه اللحظة الجميع في قطاع غزة كما في الإعلام الإسرائيلي يترقب ويتساءل إلى أين يمكن أن تتجه الأوضاع. على كل حال الوضع في قطاع غزة ما زال
متوترا. الطائرات لم تبرح أحمد سماء القطاع، ولا سيما الطائرات المسيرة ما يعرف هنا في قطاع غزة بالزنانة، وهي أيضا على ارتفاعات منخفضة تماما. الطائرات الحربية يعني تخترق حاجز الصوت أو تدخل أجواء القطاع بين الحين والآخر، لكن لم نسجل أي خرق إسرائيلي أو أي استهداف إسرائيلي منذ ساعات. في مقابل هذا الوضع، تركز الجهات الرسمية أحمد في غزة على الأوضاع الإنسانية. المكتب الإعلامي الحكومي تحدث اليوم عن استمرار إغلاق معابر قطاع غزة، معبر بيت حنون ومعبر كرم أبو سالم التجاري. معبر بيت حنون كما قالت وزارة الصحة فقد حرم اليوم أكثر من 142 حالة من السفر للعلاج في مشافي الضفة الغربية، بينها 5 حالات إنقاذ حياة، وهذا يعني ربما تعرض حياة هؤلاء الناس للخطر. فيما تتحدث عن تبعات إغلاق معبر كرم أبو سالم وحرمان غزة من دخول السلع والمستلزمات الطبية، هذا بكل تأكيد إلى جانب إعلان نعم. الجهات الرسمية استمرار تعطيل الدوام والمؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات تحسبا لأي غدر إسرائيلي. وسنبقى على متابعة لأي جديد لمجمل تطورات الأوضاع في قطاع غزة. مراسل الميادين أحمد غانم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. وكانت غزة قد شيعت 3 من قادة سرايا القدس الذين ارتقوا في اعتداء إسرائيلي غادر على وقع الهتافات المنددة بالاحتلال والمطالبة بالانتقام منه. وقد توعدت الفصائل الفلسطينية إسرائيل بتدفيعها الثمن غاليا ردا على جريمة اغتيال عدد من قادة سرايا القدس خلال غارات مباغتة على غزة، كما توعدت بإفشال مخططات حكومة نتنياهو التي تحاول الخروج من أزماتها الداخلية على حساب الدم الفلسطيني. فجر جديد تكسر فيه إسرائيل حالة الهدوء في غزة عبر شن عدوان مفاجئ وغادر على القطاع، مستهدفة جهاد الغنام وخليل البهتيني وكلاهما من قادة الصف الأول في سرايا القدس، إضافة إلى الأسير المحرر والمبعد إلى غزة طارق عز الدين. عدوان تؤكد الفصائل الفلسطينية أنه لا يمر وأنه يمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمر. فصائل المقاومة والتي أعربت عن إدانتها وعن غضبها الشديد لهذا الحدث الإجرامي الكبير كلها بالفعل تتداعى بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله نحن ثقتنا بالله ثم بالمقاومة بأنها يعني حاضرة في هذا الحدث وفي غيره. لن يترك العدو الصهيوني يوغل بدماء شعبنا دون رد. الاحتلال يتوهم أن هذا القتل والقصف والدماء يمكن أن توقف المقاومة والمد الثوري لأهلنا وشعبنا في كل ساحات الفعل النضالي. الاحتلال سيدفع ثمن هذه الجريمة والمقاومة تستمر بإذن الله تعالى. العدوان الإسرائيلي المباغت الذي استهدف منازل مدنية وسكانها نيام وأدى إلى استشهاد عدد من الأطفال والنساء لا يفلح في تحقيق أهدافه، تقول فصائل المقاومة التي تشدد على التوحد في مواجهة العدوان وعدم السماح لإسرائيل بالاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي. لن نترك أبناء الجهاد الإسلامي وقادة سرايا القدس الذين اغتيلوا هذا اليوم، هؤلاء القادة الكرام العظام، لن نتركهم وحدهم ولن نترك سرايا القدس وحدها، وستكون الردود موحدة بإذن الله تعالى في جميع ساحات المعركة. على حساب الدم الفلسطيني إذن تسعى حكومة نتنياهو إلى الخروج من أزماتها الداخلية ضاربة عرض الحائط بكل الوساطات الإقليمية التي سعت منذ مدة لتهدئة الأوضاع. في ودائع شهدائها القادة تؤكد المقاومة الفلسطينية إذن أنها ستواجه العدوان الإسرائيلي موحدة وبكل قوة، متوعدة بتدفيع إسرائيل الثمن وبعدم السماح لها بتغيير قواعد الاشتباك. أكرم دلول، غزة، الميادين. الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة أكد أن المقاومة ستكون عند التزامها تجاه الشهداء. ندعو جماهير شعبنا إلى الصبر والصمود والالتفاف حول المقاومة كخيار استراتيجي لردع المحتل وصد العدوان على طريق التحرير والكرامة. نؤكد في سرايا القدس والمقاومة أننا سنكون عند التزامنا وواجبنا تجاه الشهداء، وسنواجه العدوان بكل ثبات وإقدام بمشيئة الله وقوته.
نؤكد أن هذه الجريمة الآثمة لن تزيدنا إلا إيمانا بالله وتسليما بقضائه وإصرارا على مواصلة الطريق الذي سلكه الشهداء. هذه الطريق التي لن تكون نهايتها إلا الهزيمة المؤكدة للعدو. في المقابل يعيش كيان الاحتلال مخاوف من رد المقاومة، وقد أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى إخلاء أكثر من 2000 من سكان محيط غزة على أن تستمر عمليات الإخلاء اليوم خارج مدى القذائف الصاروخية من غزة. وأشارت صحيفة هارس إلى فرار آلاف الإسرائيليين من منازلهم خوفا من انتقام غزة، وأضافت أن وزارة الأمن نقلت الفارين إلى فنادق بعيدة عن أماكن سكنهم، كما أبقت السلطات على قرارها إغلاق المدارس في المستوطنات المحيطة خوفا من رد المقاومة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد قال أنه أعطى تعليمات للمس بالقادة المسؤولين عن إطلاق الصواريخ قبل أسبوع، وقال في مؤتمر صحفي أن إسرائيل تشن الحرب بالخدعة. من جهته شدد وزير الأمن الإسرائيلي يوف جالانت على أن المعركة لم تنتهي والمؤسسة الأمنية مستعدة لكل السيناريوهات. نحن في ذروة المعركة، في الأيام القليلة المقبلة سنحتاج جميعا إلى التحلي بالصبر والتحمل. قبل أسبوع عندما اتخذنا قرار بدء عملية درع وسهم، أعطيت التعليمات لوزير الأمن والجيش بالاستعداد لكل سيناريوهات التصعيد واحتمال أن تكون على أكثر من جبهة. نقول لأعدائنا إن كل تصعيد من قبلكم سيواجه بتصعيد حاسم من قبلنا. ومن بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب المدينة في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. مرحبا بك ناصر. في الخبر الذي ذكرته قبل قليل، الاحتلال الإسرائيلي يقوم بنقل المستوطنين إلى خارج نطاق القذائف الصاروخية كما يقول. على أي أساس يقيم الاحتلال أن الرد سيكون بهذا النطاق ولن يصل إلى ما هو أبعد، وبالتالي هو يقوم بتجميع المستوطنين في نطاقات أخرى يعتبر أنها خارج مدى الصواريخ التي سبق وأن وصلت إلى أكثر من 200 كيلو؟ صباح الخير أحمد. هو لا يعني، هو يتوقع الاحتلال دخل في حالة هستيريا. نتنياهو منذ أمس يجتمع اجتماع مصغر مع قادة الأمن ثم يخرج منه، يدخل في اجتماع موسع مع قادة الأمن ثم ينهي ويعود إلى اجتماع مصغر ثم يعود للكابينيت ثم يعود لاجتماع موسع. بشكل واضح أنه دخلوا في هستيريا. نتنياهو قال لمقربين منه أخشى أنه المنظمات الفلسطينية تؤجل الرد حتى مسيرة الأعلام، يعني 15 شهر، يعني اليوم مليون إسرائيلي تحت رحمة الصواريخ، مدن أشباح في الصحف العبرية. ودعني للضرورة لماما أعرج على العناوين الصحف العبرية، دعوت أحرنوت أخلوا المستوطنات وينتظرون رد الجهاد، موقع والله اليوم الثاني، حرب الصمت ونار في جنين، القناة 14 لم يرد الجهاد، القناة 12 صمت وتوتر، أرتس إيران تضغط على الجهاد الإسلامي للانتقام بقوة، معاريف الجهاد ينسق مع حماس على طريقة الرد، مواقع عبرية أخرى قالت إن الجهاد الإسلامي يبتعد عن ضربة افتتاحية غير مسبوقة وقوية، مسؤول أمني إسرائيلي يقول صمت غزة مريب، يريدون بشكل عادة يردون بشكل عاطفي خلال دقائق أو ساعات. ما الذي جرى ولماذا غيروا استراتيجياتهم؟ لماذا الآن يجعلون أعصابنا مشدودة؟ نتنياهو قد يضطر الجيش لمواصلة الهجمات، وطبعا قادة في الجيش يقولون نريد أن نستدرج المقاومة للرد. لأول مرة أحمد، لأول مرة أرض محتلة تفرض حظر التجوال على مليون مستوطن في كيان يحتله، يعني هذا غير مسبوق في التاريخ، بلا أي رصاصة، بدون إطلاق رصاصة واحدة تشل إسرائيل. نعم أحمد، يعني تشل إسرائيل وتفرض حظر التجوال بدون أن تطلق رصاصة واحدة ناصر حتى هذه اللحظة. تعال نذهب إلى السيناريوهات. إسرائيل اليوم انقلب السعر على الساحر، ما حاول أن يكسبه نتنياهو باليمين من قطاع غزة خسره باليمين وبالشمال وبأصابع رجليه وبعيونه وعلى الهواء مباشرة. اليوم النكات والهزء من كيان الاحتلال غير مسبوق، وأنا أقول لك بأنه هذا ذكاء وعم كبير جدا في المقاومة، هذا الصمت وعدم الرد بعاطفة. ونلاحظ اليوم نتائج، تحاول الآن إسرائيل استفزاز قطاع غزة من أجل رد، وهذا لا يعني أنهم لا يردوا، لكن
قال في إذاعة الجيش أحد الجنرالات الإسرائيليين: أتمنى لو أدخل في عقل الجهاد وحماس وأفهم كيف يفكرون، لكنهم لا يستطيعون الدخول ولا كيفية التفكير. الآن يحاولون أن يعرفوا هل الضربة من لبنان ولا من سوريا ولا من دولة عربية ولا من غزة ولا من الضفة ولا داخل الخط الأخضر. صمت المقاومة يقتلهم، وطبعا في النهاية إمكانية المقاومة متواضعة. الاحتلال يملك سلاح الجو والطيران ويملك كل شيء، الفلسطينيون تقريبا لا يملكون شيء ويستطيعون أخذ مليون مستوطن رهينة تحت أيديهم، هذا غير مسبوق. وبالمناسبة إذا فعلا قررت المقاومة أن تبقي هذه الحالة حتى مسيرة الإعلام، سيخسر نتنياهو كل شيء، وأقول كل شيء سيخسره أمام اليمين وأمام الوسط. وهذا ما سنعرفه خلال الأيام القادمة حول طبيعة الرد الذي تقول المقاومة بأنه آت لا محالة. شكرا جزيلا لك من بيت لحم، مدير مكتب المدين في فلسطين المحتلة ناصر لحم. عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا أكد أن قيادة المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بأي فصيل فلسطيني، وأشار في مقابلة مع الميادين إلى أن حكومة الاحتلال تحاول بالعدوان ترميم الانقسام الداخلي الإسرائيلي. العدو الصهيوني حاول ويحاول أن يستفرد بحركة الجهاد ويجنب دخول فصائل أخرى في المواجهة، ولكن واضح أن هذه المحاولات فاشلة وستفشل ولم تثمر، لأن قيادة المقاومة أدركت منذ التجربة السابقة والمواجهات السابقة أن السماح للعدو بالاستفراد بفصيل فلسطيني دون الآخر هذا يضعف كل الفصائل ويضعف المقاومة ويضعف الفصائل المستثناة ولا يضعف الفصيل المستهدف. اليوم العدو الصهيوني في أضعف حالاته، هناك انقسام داخلي كبير، يحاول نتنياهو أن يسوق لداخل ما يسمى بين الصهاينة بأن هناك عدو كبير وهناك جبهات عديدة وهناك هجوم ضدهم، وبالتالي يحاول أن يرمم إن صح التعبير انقسامه الداخلي، انقسام هذا العدو وجبهته الداخلية. مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أكد من جهته للميادين أن الرد على العدوان سيأتي وإلا قيمة للاتصالات. إذا كان هناك من وسطاء يعني تحركوا فهذه المسألة يعني سابق لأوان الحديث عن أن ترد على اتصالات أو ترد على محاولات للتهدئة. يعني الرد سيأتي، وحتى الآن ليس هناك ردا فلا قيمة لأي اتصالات. بدوره عضو المكتب السياسي ونائب رئيس حركة حماس في الضفة زاهر جباري قال للميادين إن فصائل المقاومة تعد العدة كتفا بكتف وبغرفة عمليات موحدة. نحن شعب ناتي إن شاء الله رب العالمين، سنأتيكم من فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحر وفي السماء، نعد لكم العدة أبنائنا وإخواننا وربعنا من الجهاد الإسلامي والحماس والشعبية وفتح وكل أبناء شعبنا الفلسطيني بغرفة عمليات موحدة وبرؤية موحدة، وبإذن الله عز وجل سيكون النصر لكل أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى رأس المقاومين منهم وحماس والشعبية والديمقراطية والجهاد الإسلامي بإذن الله عز وجل. ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي قال إن للمقاومة ردين، الأول تم تفعيله وهو رد ناعم ولكنه مؤثر وذو نتائج عظيمة وجعل العدو يقف على رجل ونصف وشل كيانه، والثاني خشن مزلزل وهو قادم ولن يتأخر كثيرا. وأشار في تغريدة إلى أن المقاومة المسؤولة والناضجة والمقتدرة هي التي تدير الحرب مع العدو بوحدة موقف وبحكمة ودراية ووفق رؤية شاملة وتقدير موقف دقيق، ولكن الثابت هو أن يدها ستبقى هي العليا. إلى الولايات المتحدة، حيث أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر عن مخاوفه من انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من التوتر، ودعا في رد على سؤال لمراسل ميادين إلى خفض التوترات. عندما يتعلق الأمر بالغارات الجوية الإسرائيلية فهذا أمر يخصهم للتحدث بشأنه، ومن الواضح أن لدينا قلقا بشأن التوترات في المنطقة، وسبق أن دعونا جميع الأطراف الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العمل معا بهدف خفض منسوب هذه التوترات. في غضون ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم اجتماعا تشاوريا مغلقا للنظر في الأحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر الميادين.
وقد دعت المجموعة العربية إلى هذا الاجتماع بتأييد من الدول الصديقة. أعلنت كل من سوريا والسعودية عودة العمل في البعثات الدبلوماسية في البلدين بعد توقف دام 11 عاماً. وزارة الخارجية السورية قالت في بيان لها إن القرار اتخذ انطلاقا من الروابط العميقة والانتماء المشترك للشعبين السوري والسعودي، ولأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك. وزارة الخارجية السعودية كانت أشارت في بيان لها إلى أن القرار يأتي في إطار تطوير العمل العربي المشترك وتعزيزا للأمن والاستقرار، أخذا في الاعتبار القرار الذي صدر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية باستئناف مشاركة سوريا في جلسات الجامعة العربية. وعشية القمة العربية المقررة في 19 من الشهر الجاري في مدينة جدة السعودية، أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان محادثات في الجزائر، وقد استقبله الرئيس عبد المجيد تبون بعد أن كان بن فرحان قد استهل محادثاته بلقاء نظير الجزائري أحمد عطاف لبحث العلاقات بين البلدين والاستحقاقات المقبلة. وإلى موسكو، حيث يعقد اليوم الاجتماع الرباعي بين روسيا وإيران وسوريا وتركيا بشأن سوريا. وزارة الخارجية السورية أعلنت وصول وفد دبلوماسي إلى موسكو برئاسة وزير الخارجية فيصل مقداد، وقالت إن الوفد سيؤكد ضرورة إنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وعدم دعم الإرهاب. إلى ذلك، كشف وزير الدفاع التركي خلوص أكار عن التوصل إلى اتفاق على إنشاء مركز تنسيق بين الدول الأربع بشأن القضايا الأمنية في سوريا. وقال أكار إن بلاده لم تعد قادرة على الصمود أمام التدفق الجديد للاجئين السوريين، مشيرا إلى أن أنقرة لا تعتبر نفسها غازية في سوريا. وفي سوريا، أدخل الجيش الأمريكي أرتالا عسكرية جديدة إلى قواعده غير الشرعية بالقرب من حقول النفط والغاز شرقية سوريا. ووفقا لمصادر محلية، فقد ضمت الأرتال نحو 60 شاحنة تحمل على متنها صهاريج وصناديق مغلقة ومواد لوجستية وعسكرية، توجهت نحو القواعد الأمريكية في ريف الحسكة. وتابعت المصادر أن طائرات حلقت بعد ساعات من دخول الرتل العسكري قادما من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي. ونبقى في سوريا، حيث أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد توقفه عن العمل من جراء العدوان الإسرائيلي. وبحسب وكالة سانا، فقد أعلنت المؤسسة إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان، مؤكدة أنه يمكن لمختلف النواقل الجوية إعادة برمجة رحلاتها الآتية والمغادرة كالمعتاد. هذا ونفذ الاحتلال بداية الشهر الحالي عدوانا جويا على المطار، أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 5 آخرين ومدنيين وخروج المطار من الخدمة. إلى إيران، حيث كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن عملية إعادة فتح البعثات الدبلوماسية الإيرانية في السعودية باتت في مرحلتها النهائية، وأشار إلى عدم وجود قيود سفر لمواطني كل من البلدين. بناء على البيان المشترك الصادر في اجتماع بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، لا توجد قيود على سفر مواطني كل من إيران والمملكة العربية السعودية، خصوصا رجال الأعمال والكيانات الاقتصادية، ويمكن إصدار تأشيرات لكلا الجانبين. وفود كلا الجانبين التي سافر حتى الآن حصلت على تأشيرات على نحو طبيعي. وفي سلطنة عمان، أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري محادثات مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد. وقد شدد سلطان عمان على ضرورة التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وعمان، وعلى أن دول المنطقة قادرة على ضمان أمن مضيق هرمز وبحر عمان، وقال إنه سيزور طهران قريبا. من جهته، أكد باقري الحاجة إلى توثيق العلاقات العسكرية وإرساء الأمن في مضيق هرمز وبحر عمان وشمال غرب المحيط الهندي بإجراءات مشتركة بين إيران وسلطنة عمان من دون الحاجة إلى وجود الأجانب.
وفي الصين أجرى وفد إيراني برئاسة سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محمد باقر ذو القدر محادثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي. وانغ قال إن الصين مستعدة للعمل مع إيران ومواصلة دعم بعضهما البعض وتنفيذ خطة التعاون الشامل، مشيرا إلى أن بلاده تدعم دول الشرق الأوسط في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي وترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. ومن جانبه قال ذو القدر أن إيران تولي أهمية لتعزيز تبادل الخبرات في مجال الحوكمة مع الصين وتأمل تعزيز التعاون الدولي وحماية النزاهة والعدالة الدوليتين. وفي الصين أيضا صرح وزير الخارجية الصيني تشينغ جانغ بأن الصين تدعم الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا. تشين قال خلال لقاء مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين إنه ينبغي على الصين وألمانيا التمسك بالاستقلال الاستراتيجي وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التضامن والتعاون، مضيفا أن الجانبين اتفقا على بذل كل الجهود للتحضير للجولة السابعة من المشاورات الحكومية بين البلدين ووضع خطط شاملة للتعاون العملي في مختلف المجالات. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. تغريم ترامب 5 ملايين دولار بعد إدانته في قضية اعتداء جنسي وتشهير. أهلا بكم من جديد، ونستأنف النشرة من آخر التطورات في الصراع السوداني. أعلنت قوات الدعم السريع في السودان وصول تعزيزات عسكرية جديدة من ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان. قوات الدعم السريع اتهمت في بيان عبر تويتر الجيش السوداني بقصف وتدمير مباني القصر الرئاسي القديم وسط العاصمة الخرطوم، وتوعدت بالرد مشددة على أن ما حدث لن يمر مرور الكرام. إلى ذلك قتل 16 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية بين الهوسة والنوبة في ولاية النيل الأبيض في السودان غير مرتبطة بالقتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ووالي ولاية النيل الأبيض أصدر أمرا بإعلان حالة طوارئ وحظر التجوال داخل مدينة كوستيا عاصمة الولاية. إلى ذلك أكد المبعوث السوداني الخاص دفع الله الحاج التزام الجيش السوداني بالحوار لحل الصراع في البلاد، وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جوبا عقب لقائه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت أن الحكومة تدعم مبادرة إيجاد للحوار السياسي والوقف الشامل لإطلاق النار. لدينا ثقة كاملة بأن الرئيس سلفا كير سيواصل جهوده داخل الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد. إذا استمر عدم الاستقرار في السودان فسيؤثر ذلك سلبا في المنطقة كلها. أؤكد لكم أننا لسنا دعاة حرب. إلى باكستان، حيث تتواصل التظاهرات والاحتجاجات رفضا لاعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان أثناء مثوله أمس أمام المحكمة في إسلام آباد. هذا وتسود حالة من الغضب والاضطرابات في المدن الرئيسة في البلاد ولا سيما إسلام آباد ولاهور وكراتشي وسط إغلاق لبعض الطرق الرئيسية، فيما اندلعت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف التابع لخان وعناصر الأمن. ما لم يكن متوقعا هو بالضبط ما حصل في جلسة محاكمة عمران خان الذي وصل إلى قاعة المحكمة، وخلال جلسة الاستماع هاجمت قوات شبه عسكرية تابعة للجيش الباكستاني مقر المحكمة واقتادت خان في سيارة خاصة بعد تفريق أنصاره وحراسه بالقوة. لقد اعتقلوا عمران خان بطريقة غير قانونية ونحن سنخرج إلى الشوارع ضد هذا التصرف. عمران خان بإن شاء الله عمران. لقد أوضحت لأهلي أنني ذاهب لمناصرة عمران خان وأنني لن أعود إلى البيت إذا لم يعد هو إلى بيته.
وكانت القيادة العسكرية قد طالبت عمران خان بالتوقف عن إطلاق التهم ضد الجيش وقياداته والتصريح بأن الجيش خطط لقتله ويخطط مجددا لذلك، كما حذرت من أن هذه التصريحات ستودي بخان إلى مواجهة مباشرة لا تحمد عقباها، وهو التحذير الذي عاد عمران خان وتحداه مجددا قبل الوصول إلى قاعة المحكمة. أنا عندي معلومات تؤكد أنهم سيقومون باعتقالي عبر اختلاق تهم غير صحيحة ضدي. إن الحقوق الرئيسية للمواطن في باكستان والتي يكفلها الدستور دفنت بشكل كامل. إحدى جذور الأزمة في باكستان تعود إلى رفض خان وأنصاره الإجراءات التي أدت إلى سقوط حكومته بسحب الثقة منه، ما اعتبر إهانة كبيرة لحزب إنصاف ولرئيس الوزراء عمران خان، ولذا يصران على طلب رئيسي وهو إجراء انتخابات عامة يأمل منها خان أن تعيده إلى الحكم مجددا. يزداد التوتر الداخلي في باكستان مع اعتقال عمران خان، وتغدو البلاد على صفيح ساخن من المتغيرات السياسية التي لطالما حاول الجيش أن ينأى بنفسه عنها ليعود مجددا إلى لب الأحداث السياسية الداخلية. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. وينضم إلينا من إسلام أباد مراسل الميادين بكر يونس، مرحبا بك بكر. كيف تبدو الصورة في الشارع الباكستاني الآن الذي كان يغلي بالأمس بعد اعتقال عمران خان من قبل المحكمة؟ المواطنون الباكستانيون اليوم يعني نوعا ما يرقبون أحداث تقديم عمران خان للمحكمة في هيئة المحاسبة الوطنية التي هي الآن تقوم بمحاسبة عمران خان في قضية القدير ترست، وهي قضية يتهم فيها عمران خان وزوجته وقيادات من حزب إنصاف بأخذ أموال بطريق غير قانوني. هناك دعوات من قبل حزب إنصاف بأن لا يقوم أنصار الحزب بمهاجمة الشرطة أو مهاجمة مراكز حكومية كما حدث بالأمس. هذه الدعوات توضح بأن الحزب يريد أن يكون هناك تصرف قانوني من قبل أنصاره، وأيضا أن يواجه عمران خان محاكمة عادلة. اليوم طالب شاه محمود قرشي أحد القياديين البارزين في الحزب الحكومة، وطالب هيئة المحكمة وهيئة المحاسبة الوطنية بالسماح لمحامي خان بالوصول إلى مقر المحكمة، وهذا ما بالفعل ما حدث، حيث سمح لمحامي عمران خان بالوصول إلى هيئة المحاسبة الوطنية وإلى مقر المحاكمة التي تعقد اليوم بالقرب من منطقة تسمى بولسين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. يعني هناك إجراءات يعني قانونية يبدو أنها ستكون معقدة يواجه عمران خان، لكن في نفس الوقت هناك دعوات من قبل أنصار عمران خان بإضراب شامل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد ومدينة راولبندي ومدينة لاهور ومدينة كراتشي، وهناك أيضا دعوات للخروج مساء اليوم في مظاهرات تأييدا لعمران خان. حتى الآن لم تنفذ أي من هذه الخطوات، يبدو أن هناك ستكون تحركات يبدو شعبية مناصرة عمران خان، لكن يبدو أيضا أن هناك محاولة لضبط النفس من قبل أنصار خان حتى لا يكون هناك عقاب كبير أو يكون هناك تصرف يعني مواجهة مباشرة بين الشرطة الباكستانية ووزارة الداخلية بشكل خاص وأنصار عمران خان في الطرقات وفي مناطق مختلفة من المدن الباكستانية. شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مراسل المدينة بكر يونس على كل هذه المعلومات. والآن إلى آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي. تعقد في اسطنبول اليوم وغدا مباحثات حول اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بمشاركة تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الاجتماع الرباعي يبحث تمديد اتفاق شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية وتفعيله بشكل سريع وآمن. وأضافت أن المباحثات ستشمل أيضا إعداد خطط مفصلة وآمنة لإجلاء السفن التجارية التركية وطواقمها المحصورة في الموانئ الأوكرانية. شهدت الساحة الحمراء في موسكو العرض العسكري الكبير إحياء للذكرى 78 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حربا جديدة تشن اليوم على روسيا وهدف خصومها يتمثل في تفكيكها وتدميرها. تقرير ناصر أبو نصار. قبل 78 عاما تلت موسكو بيان النصر معلنة هزيمة ألمانيا النازية
واستسلامها اللامشروط، منهية بذلك أبشع حرب عرفتها الإنسانية بعد تضحية أكثر من 25 مليون جندي ومواطن سوفيتي بحياتهم لتحرير الإنسانية من نير النازية والفاشية. فهل تعلم الغرب الموحد الدرس؟ أم مصالحه الإمبريالية في التوسع والسيطرة على تناقضات الرأسمالية دفعته إلى بعثها؟ تشير نسب الانتخابات الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة إلى صعود اليمين الفاشي إلى سدة الحكم، من ميلوني في إيطاليا جنوباً إلى كتلة اليمين المتطرف شمالاً في السويد، ومن فرنسا غرباً إلى الدعم المفضوح لعصابات بانديرا الأوكرانازية شرقاً على خط المشروع الأطلسي في تدمير روسيا. قدر جغرافي سياسي وضع روسيا عقدة في وجه الإمبريالية الغربية، ما دفع اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتذكير العالم والشعب الروسي أن النخبة العالمية العنصرية الغربية أطلقت حربها لتدمير روسيا. الحضارة مرة أخرى عند نقطة تحول حاسمة، فقد اندلعت حرب حقيقية مرة أخرى ضد وطننا، لكننا هزمنا الإرهاب الدولي. ما زالت نخب العولمة الغربية تثير الصراعات والانقلابات الدموية وتزرع الكراهية وكراهية روسيا والقومية العدوانية. نخب العولمة الغربية تدمر أيضا الأسرة والقيم التقليدية التي تجعل الإنسان إنسانا، وكل ذلك من أجل الاستمرار في إملاء القواعد على الشعوب وفرض إرادتها وحقوقها. نصر يتقدم ببطء لكن بثقة على وقع تقدم الجيش الروسي في باخموت التي أعدم فيها النازيون في الحرب العالمية الثانية 3000 مواطن أوكراني. خرق يذكر بالأثر الثقافي لمسيرة الفوج الخالد التي انطلقت منذ يوم النصر حتى لا تنسى الأجيال ملايين الشهداء السوفيات الذين فقدوا حياتهم من أجل مستقبل الإنسانية جمعاء. فهل تستيقظ الشعوب الأوروبية وترفض تكرار المأساة وقوداً لمصالح النخبة العالمية؟ إلى المشهد الانتخابي التركي، حيث اختتمت في السفارات والبعثات التركية في الخارج عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أن تبقى مراكز الاقتراع مفتوحة في المطارات والمعابر الحدودية. وبلغ عدد الناخبين الأتراك الذين أدلوا بأصوات في الخارج نحو 1,800,000 شخص، فيما يبلغ عدد المسجلين في قيود الناخبين خارج البلاد نحو 3 ملايين شخص. ومن مردين ينضم إلينا موفد المدينة إلى تركيا حسين السيد. مرحبا بك حسين، كيف تبدو الأجواء اليوم قبل الزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان إلى مردين؟ نعم أحمد، يعني تتحضر مردين اليوم لاستقبال الرئيس أردوغان هنا لإجراء مهرجان انتخابي حاشد من المقرر أن يكون عند الساعة 4 عصرا بتوقيت تركيا. كما نرى في صورة الأعلام تحضيرات جارية لاستقبال الرئيس، صور الرئيس وصور المرشحين لحزب العدالة والتنمية هنا في مردين منتشرة في هذه الشوارع. من المقرر أن يعبر الرئيس هذا الشارع باتجاه مكان المهرجان. أيضا تبدو الأجواء هنا كأن حزب العدالة والتنمية يسيطر على المشهد، مع العلم أن مردين في الانتخابات الماضية كان يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي بواقع 4 مقاعد مقابل مقعدين لحزب العدالة والتنمية. وللتذكير أحمد، فإن الرئيس أردوغان كان قد زار مردين خلال العام الماضي وافتتح فيها عدة مشاريع، منها مشروع طريق ميديات مصيبين وأيضا مشاريع امدادات الغاز إلى المناطق البعيدة. من المقرر في هذا الخطاب طبعا أن يعلن الرئيس أردوغان عن مشاريع جديدة يعد بتحسين الاقتصاد، تحسين الأزمات التي تقع فيها تركيا، وأيضا بالتأكيد سيهاجم خصومه السياسيين وعلى رأسهم تحالف الشعب ومرشح حزب الشعب الجمهوري وتحالف الشعب المعارض كمال كليتشار أوغلو الذي يهاجمه في أكثر من مناسبة هنا أحمد. شكرا جزيلا لك من مردين موفد المدينة إلى تركيا حسين السيد على كل هذه التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية التونسية إقدام عنصر أمني تابع للمركز البحري للحرس الوطني في جزيرة جربة على قتل زميله باستخدام سلاحه الفردي والاستيلاء على ذخيرته. وفي بيان أشارت الوزارة إلى أن العنصر حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة في المنطقة، حيث عمد إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على الوحدات الأمنية المتمركزة في المكان قبل أن تتصدى له، ما أدى إلى مقتله.
وأشار البيان إلى أن العملية أدت إلى مقتل عنصر أمني وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى مقتل 2 من الزوار وإصابة 4 بجروح متفاوتة. تحركات في وسط بيروت للمودعين للمطالبة بودائعهم وسط صمت رسمي، وزير المهجرين يؤكد حقوق أصحاب الودائع. من العاصمة اللبنانية حسن الرفاعي. بدعوة من جمعيات المودعين أقيم تحرك في وسط بيروت في محاولة للضغط على المسؤولين لإيجاد مخارج لأزمة الودائع. التحرك بدأ من أمام أحد مداخل مجلس النواب وتحرك سريعا إلى المركز الرئيس لأحد المصارف، حيث وقع إشكال بين المتظاهرين وحرس المصرف. عمد بعده المودعون إلى رشق المصرف بالحجارة والمفرقعات. نحن ما في شيء رح يوقفنا، ما تفتكروا رح يصير مثل ما صار بسنة 91 عفوا ما مضى، هيدي منا موجودة. بدكن تمشوا عجتتنا، بدكن تمشوا عجتتنا تتقدروا تسكروا القضية. ميل المدعين ما رح يكون سايب، ميل المدعين شقى وجنى الأعمار. يعني شو شقى الأعمار؟ يلي عيش واشتغل 30-40 سنة من شان كبرته جاي ليتبهدلوه بآخرته. وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي شارك في التحرك قال أن الودائع يجب أن تعاد إلى أصحابها. المودع حط جنى عمره بالبنك، وضع ثقته بمدراء البنوك والدولة اللي هي مفروض تحمي الودائع، في تراتبية بالمسؤولية، الدولة مصرف لبنان والمصارف. المودعين لن يتخلوا عن حقوقهم ولا بأي شكل، هذا حق مقدس. التحرك انتقل بعد ذلك إلى أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبل أن ينتهي المطاف أمام مصرف آخر حيث أشعلت الإطارات وأطلقت المفرقعات. ترتفع حدة تحركات المودعين ومعها ترتفع حدة إجراءات المصارف، وحدها الأمال باسترداد الودائع تخفت مع كل يوم يمر. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين. أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن ماكارثي عدم التوصل إلى أي اتفاق في اجتماع جمعه بالرئيس جو بايدن بشأن أزمة رفع سقف الدين العام للبلاد. وفي حديث له في عقب مغادرة الاجتماع في البيت الأبيض، أشار ماكارثي إلى أن الأفرقاء اتفقوا على عقد اجتماع جديد الجمعة المقبل للبحث في الملف الشائك. كذلك اتهم زعيم الديمقراطيون أو الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر خلال مغادرة الاجتماع، اتهم ماكارثي بأخذ سقف الدين العام الأمريكي كرهينة عبر ربطه التصويت على رفع الحد الأقصى للمديونية العامة باقتطاعات في الميزانية. ونبقى في الولايات المتحدة التي نختم منها النشرة، حيث خلصت المحكمة المدنية في نيويورك إلى تحميل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المسؤولية عن الاعتداء جنسيا على كاتبة وصحفية سابقة في تسعينيات القرن الماضي. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن هيئة المحلفين حملت ترامب مسؤولية التشهير بإيجين كارول وأمرته بدفع تعويض لكارول قدره 5 ملايين دولار. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم مشاهدينا الكرام زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والإسبانية. نلقاكم على خير.